بكم مشاهدينا الكرام حلقه جديده من حلقات برنامجكم بهابي معنا. كيف ما كتعرفوا غدا محبي الرياضه وكره القدم خاصه لموعد كبير مع ماتشات اللي مهمه واللي غتحسب في البطوله الوطنيه. غادي نسولوا اليوم ساكنه مدينه الدار البيضاء، واش البطوله وداديه ولا رياضيه؟ بغيتي تعرف كيفاش تفاعلوا معايا؟ اجيو نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشخبارك؟ بخير الله يبارك فيك. واش هو يا صاحبي مرتاح؟ القوالي الغدا بحال اليوم بحال الغدا بحال اليوم بحال الغدا. شوف انت منو من عينيك بين ودادي حقيقي. ودادي ودادي يا خويا. باش لا واحد طول مني بهاد عقلي. لا لا رجاوي ولا ودادي؟ رجاوي اخويا. انا الهبط اخويا صافي. ديما انت ورفيقة الدرب ديالك البيكالا. والبيكالا تجولوا شوارع المدينة. هي البيكالا والبيكالا هي الرفيق هي كل الرفيق المؤنس. بطولة ودادية ولا رجاوية؟ واش غنقول لك بالنسبة للبطولة؟ صراحه حنا كنشم حنا انا كودادي انا غنبغي تكون ودادي ولكن باقي اللعب ولكن باقي اللعب فهمتي بحكم ان الوداد عندها ماتش قاسم مع الفتح. لا حيت هذا العام الوداد متعثر شويه كتسنى تكون برومي. انا كون ربحات الماتش ديال اكادير ما ربحاتوش يعني الماتش ديال الفتح غيكون شويه قاسح. حسيت اكادير خلات فيها خلات فيها نهار حسيت اكادير خلات فيها الوداد وما معروفاش ان الوداد بحال هاد الماتشات كانت كتربح وكانت في الفورما راه غتربح كما متعوده الوداد. هاد العام الوداد غادا شويه ناقصه ما نتمناوها تربح بنا الفتح. كيكونوا المفاجآت وكيكونوا ان شاء الله داكشي اللي كنتمناو حنا والجيش ان شاء الله راه فارق كبير ونتمناو يدير شي حاجه في كازا مع الرجاء وتكون يدير شي حاجه مع الرجاء. حنا كوداد نقول لك الصراحه انا ما نكذب عليك ما علاش نكذب عليك ودادي الرجاء هي الاولى في الترتيب. الرجاء هي الاولى الراجل الاولى ما نكذبش عليك ولكن الوداد ان شاء الله دير البطوله كما طرا في 2005 و2010 تعاود السيناريوهات هادشي اللي كنتمناه اخويا. رجاويه ان شاء الله. علاش رجاويه؟ والراجا راه عندها بون ايكيب هذا العام وفايت الوداد نقطه وان شاء الله خصنا نربح الربح ديالنا ضد لي فار. مربوحه؟ مربوح. علاش مربوح؟ الدراري ان شاء الله راه عازمين يحققوا نتيجه ايجابيه و ان شاء الله كيربح. شوف هم اللي قلتي نتيجه ايجابيه وانت طويل كطلع على المستقبل. لا لا الربح كاين كاين ان شاء الله. رجاويه ضروري رجاويه. وحنا كجمهور فرق الوداد البيضاوي كنتمناو انها تكون وداديه وكوره راه اللي خدم مزيان راه غادي ان شاء الله اللي بين اللي بين ان شاء الله غادي يدير ولكن غالبا البطوله دابا كتصب في صالح ديال الرجاء البيضاوي ان شاء الله. علاش اخويا؟ لانه هما بروميانا دابا حنا راه لاعبين في الرباط هما لاعبين كاين لو ريسك ياك كاين لو ريسك راه نهار مع الرجاويين غيقول لك كاين لو ريسك. نعم خويا الا دويتي مع الرجاويين كيقول لك كاين لو ريسك. في كلتا الحالتين كاين لو ريسك ولكن الرجا اقرب للبطوله. الرجا اقرب للبطوله. الوداد يعترف البطوله الرجاويه. نقول لك الصراحه هذه اللي كاينه الوداد فرطوا. فاش فرطوا الوداد؟ فرطوا بزاف ديال النقاط بزاف ديال النقاط فرطوا الوداد وكانوا الحال من نقطه داروا دازوا فرص دازوا فرص مع الحسنيه مؤخرا الماتش الاخراني. حسني تاكادير الماتش الاخراني مع حسني تاكادير كان الوداد يكونوا بروميانا لولا الحظ ما ساعدهم ما ساعدش ما نصفهمش. الكره هي هذه كره الله يحفظك. دابا انت ودادي يعترف الرجاء اللي غدير البطوله. ماشي يعترف الرجاء اللي حنا كنتمناو يكون شي ولكن لوجيك لوجيك راه الرجاء اقرب البطولة لانهم في المرتبه الاولى ومع ذلك راه لاعبين في مدينه الدار البيضاء وراه النهار الكبير راه تيكونوا الرجاء ما نظنش انه غيقدروا يفرطوا. وبطبيعه الحال راه غتكون وداديه لان الوداد عندها ما تقول ومن قديم عندها ما تقول واخا عندنا بعض الاخطاء دابا في هذا الاخر الولي ديالنا كنا احسن الفريق كاع في المغرب كان هو الوداد وكنتمناو باش يرجع كما كان الفريق الوداد في الاول اللي كان هو الفريق المغربي كاع اللي كان. دابا علاش الوداد وماشي الرجاء؟ رغم ان الرجاء هي الاولى في الترتيب. لا ولكن الوداد عندها ما تقول والوداد كتلعب كره وثانيا اللي كنبغيو حنا كاين الوداد كاين الرجاء بغينا غير اللي يلعب معنا الكره ويكون عندنا الفن وما تكون عندنا لا سيبه ولا فوضى بحال داكشي اللي مول فيه كيكون في الزناقي. لا دابا بدون جمهور. دابا بدون جمهور بدون جمهور كاين الوداديه البطوله. الوداديه المهم الوداديه البطوله الوداديه الوداديه والسلام الوداديه ولكن تنتمنى من الوداد باش ترجع كما كنا في الوداد في العهد ديالنا حنا. سيدنا كيف ما تبعنا فبالرغم من الحسابات تكون قريب في الترتيب وتكون باقي بعيد كل محب فريقه كيبغي ان الفريق ديالو هو اللي يدير البطوله. نتمناو الحظ سعيد لجميع الفرق الوطنيه تبقاو على خير وديما بهابي معنا. السلام عليكم.